من الشام رح نجرب مع بعض كفاءة ماكينة اللحمة بعجانة إديسون الجديدة من السيف جاليري. الجهاز شامل خلاط، عجانة، فرامة لحم ومطحنة بهارات وبن. بالبداية ما شاء الله لفتني لون الجهاز وقطعه الوازنة والتقيلة. رح نفرم اللحمة مع بعض على السرعة 4 و5 لنجهز أطيب صفيحة. عندي هون تقريبا 700 جرام لحم خروف مدهن. رح افرم معهم بصلتين كبار، بندورتين كبار، وفليفلايتين كبار، ويلي بيحبها دسمة في يفرم معالية. شوفوا ما شاء الله معي كفاءة الماكينة لأنها 2000 واط. في كتير عجانات بيجي مع فرامة لحم بس بتكون واطاتها قليلة وما بتفرم مثل هاي. منضيف قرن فليف لحد اختياري. بيجي معاه شاشة صغيرة إلكترونية لتحددوا السرعة ولتعيروا الوقت إذا بتحبوا. صفيت الحشوة منيح من المي وضفت لها معلقة ملح، نص معلقة فلفل، وربع كاسة دبس رمان أو حسب نوع دبس الرمان يلي عندكم. وهيك صارت جاهزة. وبما أني بالشام هالمرة استراحة ما رح أعجن، رح أبعتها لعند الفران. وهي شكلهم بعد ما طلعوا من الفرن، ما شاء الله شي بشهي. لازم تجربوها للحشوة وتعطوني رأيكم. وهلأ لا تنسوا تتابعوني وتشاركوا الوصفة لحدا يعزمكن عصفيحة. صفيحة تشاك.